السلام عليكم. أين ذكر الله سبحانه وتعالى اسم رسول الله في التوراة؟ وبهذا الفيديو إن شاء الله راح ننقل حوار مختلف تماما، ليس مع وهابي إنما مع شخص مسيحي والحاج وعد والسيد ميثم والأخ أبا كريم. هذا الحوار يغلب عليه الاحترام والأخلاق المتبادلة من الطرفين. نعم نقاش علمي، نعم نقاش في صلب العقيدة، لكن تبقى الأخلاق حاضرة، يبقى الأدب حاضر، حتى يتوصل الجميع إلى نقطة التقاء، حتى يستطيع الطرف الآخر تفهم رؤية الطرف المخالف له. لذلك دائما أروج إلى هذا البرنامج وأحرص على توثيق مثل هذه المداخلة لهذا الأخ المسيحي. نحن الشيعة لا نبحث عن تسجيل النقاط إطلاقا ونهائيا، نريد نقاش علمي، نريد أن نثري المجتمع بهذه النقاشات العلمية. أما مجرد حوار عقيم بين بعض من الأطراف التي تحسب على التشيع أو تدعي التشيع وتريد أن تسجل كبسات فقط، لا أعتقد هذا حوار مثمر، لا أعتقد هذا حوار علمي. فتصور البعض يحرص أنه يكبس المتصل أو الشخص المخالف له، ليس لهدايته وليس لإثراء النقاشات العلمية، فقط وفقط حتى يكتب باليوتيوب كبسة رافضية أو كبسة تهدم دين الوهابية. لذلك أروج إلى برنامج الحاج وعد اللامي وأحرص على ترويجه، لأنه يمتلك الأهلية العلمية التي حقيقة تمثل الشباب. نترككم مع هذا النقاش مع الأخ المسيحي وكيف استمر وكيف انتهى. أهلا بك. نعم اسمي خيز أخوي، وأنا إنسان مسيحي وحبيت أتناقش وياكم. أهلا وسهلا. أتناقش وياكم هسه لو لازم أخابر بوقت ثاني. لا لا تفضل تفضل، ما عندك مشكلة تفضل. أوكي. أنا عندي شبهة أريد أطرحها عليكم وأتمنى معكم جواب. إيه تفضل. أكو أريد أقرأ آيتين من القرآن. الآية الأولى أنه تحكي أنه على سورة الأعراف. والآية 157. يقول لك أنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. زين بكمل طبعا. عندك أنه آية، عندك سورة الصف والآية 6 ومكتوب بها وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. زين. الصورة حج وعد وقفت. سؤالي لكم، وين بالتوراة أو الإنجيل مكتوب عن شخص اسمه أحمد؟ هو أحمد نفسه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخي. حاضر. فسؤالي أني هنا القرآن دي يقول إنه هذا الشيء مكتوب بالتوراة والإنجيل. سؤالي إلك، وين هذا الشيء مكتوب بالتوراة والإنجيل؟ طبعاً المكتوب بالتوراة هنا معناه التوراة الغير محرفة، يعني يقيناً. لماذا؟ لأن الرسالات كلها من الله تبارك وتعالى. نعم الرسالات كلها من الله تبارك وتعالى، ولذلك المنظومة، منظومة الاحتجاج من قبل الله تبارك وتعالى على الخلق منظومة واحدة بغض النظر عن اختلاف المسميات والأديان والأزمنة. ولذلك عندما نقول أنه مكتوب عندهم على اعتبار أنه حجة في التوراة الحقيقية. حاضر. فإذا أنا افتهمتك صح وأنت قصدك أنه هذا الشيء مكتوب بالتوراة الحقيقية. نعم. والتوراة اللي أنا حاليا أمامي هي توراة مزيفة، صح؟ صح. حاضر. سؤالي بعدين، إذا التوراة هي حاليا محرفة، التوراة الحقيقية وين أقدر أقراها؟ وين ألاقيها؟ أما أنا ليش؟ لأنه ما طول. نعم. بس لحظة التوراة اي تفضل اتكلم. تكلم. انا اتكلم مع احد الاخوه. لحظه ابو كريم. بالمناسبه شكرا جزيلا انه قاعد تنطيني مجال اشرح. لا بالعكس بالعكس ابو كريم تسمعني؟
نعم السلام عليكم، اكو صوت؟ الان اكو صوت، كنا ما عندنا صوت. اي تفضل اكمل اخونا. نعم اقول يا اخي بس لحظه، يقولون صوره البث واقفه، ما ادري ابو كريم واقفه الاخوان. لا 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 مشتغله. اي مشتغله، تفضل اكمل اخونا. نعم شكرا جزيلا اخوي العزيز. شكرا. ما طول التوراة هي كلمة الله. فانه شلون من ممكن الله ما عنده القدرة اللي مكتوب عندنا بالانجيل انه هو الرب الاله القادر على كل شيء، شلون ما عنده القدرة يحفظ كلمته من التحريف؟ ممكن تجاوبني؟ شوف اخي. طيب تفضل سيد. حجينا تسمح لي؟ تفضل سيد. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اذا كان الله تبارك وتعالى تعهد في التوراة بانه سيحمي التوراة من التحريف فكلامك صح، ولكن ما تعهد الله تبارك وتعالى انه سيحمي التوراة من التحريف، بل التوراة عندك محرفة وهذا ثابت 100%. يقول في سفر التثنية، يقول ما هذا في السفر 33، يقول صعد موسى من عربات موآب إلى جبل نبو إلى رأس الفسجة الذي قباله أريحة، فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض أفرايام ومنسي وجميع أرض يهودا إلى البحر الغربي، إلى أن يقول فمات هنالك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم، وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكن عينيه ولا ذهبت بصرته، فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات موآب 30 يوما فكملت أيام بكاء مناحة موسى. طيب الآن السؤال، سفر التثنية أوحاه الله تعالى إلى موسى كما هو ثابت عندك، طيب وهنا يتكلم عن موت موسى، طيب يتكلم عن موت موسى، وسفر التثنية مما خاطب الله به موسى، وهنا يتكلم عن موت موسى ودفن موسى وبكاء بني إسرائيل عليه 30 يوما، من الذي جاء بهذا الكلام في التوراة؟ هل بعث الله موسى من قبره وأوحى إليه مرة ثانية أخرى؟ أم إن هذا الكلام أضيف إلى سفر التثنية بعد موت موسى؟ تفضل. شكرا كلامك واضح أخوي، بس عندي طلب من عندك المرة القادمة لما تقول كتاب وإصحاح، إذا ما بزعم عليك لما تقول لي الأعداد حتى أقدر أقرأ وياك، أنت تعرف أنه الإنجيل متكون من كتب إصحاحات وأعداد. تقرأ حجاوب على سؤالك هسه حاليا، أنه أنت قلت أنه التوراة محرفة وما أكو عدد بالإنجيل يقول أنه التوراة مو محرفة، لا موجود أخويا، موجود في التوراة انه له كلمة الله هي تحيا وتبقى للأبد، فالحجة اللي انت جبتها حجة مو صحيحة. التوراة نفسه والعهد القديم يعترف انه كلمة الله تحيا وتبقى الى الأبد، هذا الشيء اخويا ما موجود. طيب. هذا اول حجة. بس تسمح لي اسمح لي اعلق على هذا اذا تسمح لي، اذا تريد تكمل اكمل. تفضل. لا اخذ راحتك انت اخوي، شيء يعجبك سوي. لا انا اولا اشكر اخلاقك واشكر حسن ادبك، ويا ريت انه حتى يرى الاخوه، اولا النص اللي ذكرته ما يشير الى عدم التحريف، يشير الى الحفظ، وانا اريد ان اتكلم معك بعيدا ان شاء الله، اعطي فرصه للاخ ابو كريم ايضا هو في هذا المجال، لكن انا اريد ان اتكلم بعد اذن السيد ميثم بأسلوب عقلي أنت تفهمه وأنا أفهمه. شوف أخي، عندما تقول إنه الله عجز عن حفظ التوراة أو عجز عن حفظ القرآن الكريم، ما الذي تريده من التحريف؟ أنت الآن لو شوي تتأمل أجبت عن إشكالك، أنك قرأت أن الله سبحانه وتعالى تكفل في حفظ الكلمة، الكلمة مرة تكون قائمة بنفسها محفوظة في القوم في النفوس في الأقوام عند النبي عند الناس، ومرة الكلمة خارجيا تكون محرفة، بمعنى خلي ناخذ كلمة عدالة مثلا، ناخذ كلمة عدالة، العدالة تجدها عندي وعند قريتي وعند النبي موسى عليه السلام وعند الجميل، ف
فحفظ كلمة العدالة موجودة في نفس كل إنسان، لكن تجد أنه مصداق تطبيق هذه العدالة خارجا تكون محرفة. فأنت عندما تسأل عن الرسم الذي أراده الله تبارك وتعالى، أنه أين موجود الرسم القرآني أو الرسم التوراتي، هذا الذي حرف أم الكلمة التي أرادها والمعاني التي أراد الله تبارك وتعالى هي التي حفظت؟ فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يجدونه عندهم، محمد صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ بماذا؟ بالكلمة، بالرسم، ومحفوظ في عقائد القوم. لكن عندما تجد الناس الآخرين، من السهل أن يدعي مثل ما ادعوا هنالك 4 أناجيل وكل كتبه بطريقة معينة، من السهل ويطبع الإنجيل ويقول هذا إنجيل مرقس، هذا إنجيل متى، هذا إنجيل كذا. لكن كون أن هؤلاء ساهموا بطباعة وتحريف المطبوع، هذا لا يعني أن الله عجز عن إبقاء الأصل سواء بالرسم أو في النفوس. نعم، يحق لك الآن إشكال على كلامي أنك تقول أريد الرسم الذي أنزله الله تبارك وتعالى، الألواح مثلا التي أنزلها الله تبارك وتعالى، أين هي حتى أقرأها قراءة فعند ذلك أسلم؟ إذا سؤالك عن الرسم فسؤالك واقعي. تفضل أبو كريم. السلام عليكم. ممكن أعلق إن شاء الله بعد الأخرين نتأخر وبعدها أعطيك مجال. السلام عليكم، حيا الله الجميع. حياك الله أبو كريم. حيا الله أخونا المسيحي. أخونا المسيحي، أول شيء هذا التحريف اللي موجود الآن، إذا عندك التوراة بين يديك سوف أعطيك نصا يوجد فيه التحريف مباشرة أمام عينك، وأنا أتحدى أي مسيحي أن يقول ليس تحريفا. أنتم عندكم أن النبي هارون عليه السلام هو الذي صنع العجل، صح ولا لا؟ صحيح؟ هل النبي هارون هو الذي صنع العجل في التوراة؟ أي نعم. زين. هذا النبي هارون كيف يصنع عجل وإحنا عندنا بالقرآن الكريم لا، إحنا السامري هو الذي عمل العجل. التحريف اللي حصل في التوراة إنه السامري هذا خفي عن الأنظار وجعل في اسم زمري. الزمري إذا ترجع إلى سفر الملوك إصحاح رقم 16 عدد إصحاح 16 عدد 8-20 ويقول وبقية أمور زمري وفتنته التي فتنها أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام الملوك أخبار الأيام لملوك إسرائيل. إذا ترجع إلى سفر أخبار الأيام لا تجد أيضا أي فتنة لزمري. إذا التحريف هنا حصل موجود هو في سفر الملوك. شوف سفر الملوك إصحاح 16 عدد 18 يقول أكو زمري وفتنته موجودة في سفر أخبار الأيام الأول. تروح إلى سفر أخبار ما موجود أي زمري. هذا التحريف وين راحت هاي الفتنة؟ الزمري هو السامري. السامري هو الذي صنع العجل وليس هارون، لكن مع الأسف تجعلون النبي من أنبياء الله يجعل صنما عجلا ليعبد من هذا وهو نبي عندكم في التوراة. هذا بالنسبة للتحريف. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وآله بس ممكن أجاوب لحظة؟ نشيد الإنشاءات. ممكن أجاوب؟ أي تفضل. أخو عاد بس عندي سؤال إلك أفتهم بالضبط. أنا حاليا قاعد أتناقش وياك لو هي الأخ علي لو هي الأخ ميثم لو هي ثلاثتكم. لا أخي تتناقش مع قناة الآن، قناة ترد، وهذه أرجوك أمر الإدارة أنا أديره، فأنت إذا يعجبك أنا أي إنسان أقدمه تكون محترم وتحترم آرائي. إذا يعجبك هذا الأمر، إحنا هنا طريقة ما أدري هذه أول مرة أو ثاني مرة تباع أو تنظر إلى القناة، إحنا قناة حوارية. وهسا أنت الآن جئت بموضوع يعني يختلف تماما، لكن احتراما لشخصك الكريم ولأسلوبك الأرقى إحنا جعنا، فأرجوك أنه ما تتدخل في الإدارة. أنا أقدم من أريد ولك أن تقول أنا لا أجيب فلان، يعني لك كل الحرية، أنا ما أحجر عليك. تريد أن تجيب عن السيد ميثم، عني، عن الأخ أبو كريم، لك مطلق الحرية أخي. تفضل. أخوات أنا أعتقد أنه قاعد أتصرف فيكم بكل احترام،
والسؤال اللي سألته ما كان قصدي به أتدخل بأي شيء أبداً. هاي قناتك وانت حر بيها أبداً. أبداً ما عندي أي رغبة أتدخل. تاج على الرأس تاج على الرأس وأنا ما أقصد أي إساءة لك، لكن أنت لا تقول أنا أحاور إلا لأنه أنا بس سألت سؤال من حب المعرفة حتى أريد أعرف أنه وإحنا من حبنا إلك ولأسلوبك الراقي جاوبناك. أوكي شكرا جزيلا. فأقدر أكمل تفضل إني أخابر بيوم ثاني تفضل خلي ناخذ بعد 3 دقائق حتى لا ناخذ من وقت البرنامج وقول اللي تريده حتى ما أظلمك، أنا ما أحب أظلم إنسان. تفضل. المبدأ أنه اللي حاولت أوضح له أنه مكتوب بالقرآن أنه عيسى يبشر بأنه رسول اسمه محمد. نعم. اسمه أحمد. نعم. أحمد. فسؤالي البسيط أنه هذا الشيء وين مكتوب؟ أنت جاوبتني وقلت لي هذا الشيء مكتوب بالقرآن الغير محرف، القصوع عجرني بالتوراة الغير محرفة. أنا قلت لك التوراة المحرفة الغير محرفة وينها؟ فسؤالي التوراة الغير محرفة وينها؟ ممكن تجاوبني؟ احنا بالنسبة لنا عقيدتنا التوراة الغير محرفة تكون كل ميراث الأنبياء عند الإمام المهدي عليه السلام، بالضبط نفسه عند الإمام المهدي عليه السلام، لأنه عندنا في عقيدتنا كشيعة أن الأئمة ورثوا مواريث الأنبياء عليهم السلام، هذا بالنسبة لعقيدتنا. لكن تكون حجة عليك، أنا ما ناقشك على أساس أنك تؤمن بالإمام المهدي، أنا أناقشك على أساس أنك إنسان متحضر وتريد للطرف الآخر أن يناقشك بالمسألة العقلانية. المسألة العقلانية تقول أنه هنالك ألواح كتبت قبل آلاف السنين، هذه الألواح الآن مفقودة، لكن ما الذي يثبت أن الذي أقوله أو يقوله قرآني صحيح؟ هو أنه، وهذا مع الأسف إحنا ما عندنا وقت كان دخلت وياك، هو أن معجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينحصر على القرآن. بمعنى، لا تسمح لي بس دقيقة، بمعنى أنت مسيحي ما تؤمن بالقرآن الكريم، أنا في عقلي أقول لا، يجب عليك أنت كمسيحي أن تصدق القرآن الكريم. لماذا وانت غير مسلم؟ لأن الذي جاء بالقرآن الكريم أثبت أن هذا الكتاب هو من الله تبارك وتعالى بمعجز الكتاب نفسه وبمعجزات أخرى كونية ظهرت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى لما قالوا للنبي أنت مثل عيسى عليه السلام، شلون نعرف أنت نبي؟ في زمن عيسى كان هنالك رواج للطب وما شاكل ذلك، تحداهم وأحيا لهم الموتى، فجاء بأمر الرباني استطاع أن يقنع كل المتداول في ذلك الزمن. وكذلك في موسى في قضية السحرة عندما ألقى العصا فأول من آمن به السحرة. في قضية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان هنالك رواج للبلاغة، فالنبي قال لهم يا قوم يا أخواني أنتم هذه لغة عربية، أنا جئت بالكتاب، أنتم تقولون ساحر مجنون وأنت كذلك المسيحي، تعال ائتيني بسورة من هذا الكتاب ما استطاعوا، بآية ما استطاعوا. فالنظم القرآني هو في الأساس حجة لا يستطيع حتى النصراني أن يتحظها. حب أن نصرانيا معينا مسيحيا معينا لم يقبل هذا الكلام ولا يقبل بحجة القرآن، مع العلم أنها تلزمه لأنه لن يستطيع أن يأتي بمثلها، لكن هب أنه لم يقبل هذا الكلام، تحداهم الله تبارك وتعالى بالآيات الكونية، فماذا قالهم؟ قالهم أنا بشر، صح، عيسى أحيا الموتى، أنا الآن أنادي الشجرة فتحن وتأتي إلي، ونادى للشجرة وحنت إليه، زين، قال أنا أشق القمر، شق القمر، كانوا ينظرون إليه لا ظل له. فهنالك آيات تكوينية تبين أن هذا الرجل ليس من قبيل الرجال، مثل ما أنا وأنت أخي في المدارس نقول هذا الولد طفرة فلتة. خلي أتكلم لك بصورة أنا عشتها الآن هنا في بلدي. أنا عندي واحد من أرحامي، وخليها ما أتكلمها بكل صراحة، أنا عندي ابني 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 تخرج من الجامعة. قبل أن يتخرج أنت تدري أكو work experience قبل هذا، راح توظف في شركة، الشركة ابني بعده ابني
بعد لم يكمل الـ 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 الكلية أعطاه عقد في شركة مشهورة جدا. أول واحد في هذه البلدة من يتخرج، ما أقول أول واحد لكن اللي أعرفهم، اشتغل مدير على أناس عندهم سنوات. ابني الآن ليش؟ لأن عقله يشتغل. ففي ذلك الزمن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشفوا أن هذا الرجل مش عادي، وفعل أمور كونية مش عادي، وجاء بكتاب مش عادي. فالمكتوب بالكتاب يلزمهم، هسه إذا ما تلزمهم آمن بالحجة الكونية. هذا جوابي، إذا عندك نقض عليه تفضل. حاجوا علي، أريد آية من التوراة في النبي الأمي موجودة عندي أمامي، إذا أريد أنا أناقش فيها. خلي أعطيك، تفضل أستاذ. حاضر حاضر، بس لحظة أخو عاد، أنت قبل شوي قلت لي إنه عندي 3 دقائق، فأقدر أكمل لو تريد أخابر غير مرة. أنت الآن عندك شيء على كلامي؟ أخذ دقيقة، لأن والله أحترمك وما أحب أردك، لأن البرنامج أوكي. لا نعم، فارج أنا شنو قصدي، عندي طلب من عندك. إنه أنت كقائد للقناة عندي طلب من عندك إنه تأخذ قرار على إنه نكمل حوارنا أو أروح وأجي باشر وتنطيني الوقت إنه أحكي على راحتي. لا كمل، فهذا القرار هو يمك أنت. كمل، أنا أعطيك الآن 5 دقائق تتكلم، تفضل. اوكي الاخ اعذرني، شنو كان اسمك الاخ الثاني اللي قال لي عندي حجه؟ ابو كريم. ابو كريم، اي اخ ابو كريم، تفضل قل لي الحجه على انه النبي الامي. تفضل. انت ما رديت على كلامي، يعني الان كل كلام مقتنع بي ولا تنقضه؟ هسه حجاوبك اخو عاد، لانه انت قلت لي انه التوراة الغير محرفة موجودة عند المهدي بس، صح؟ نعم، انا شرحت لك بالرسم. بس اسمع لي، بالرسم الرباني. نعم. بس رجعك اسمع لي، انا انتظرك كل مجال تأتي. تفضل تفضل. اسمع ورجع. شكرا جزيلا. انت قلت لي انه كلمة الله التوراة موجودة عند بس شخص واحد اسمه المهدي. نعم. وحسب ما انا اعتقد ما حد يعرف الآن وين المهدي، صح؟ صح. طيب فأنت فحشيك مع كل احترامي إليك، أبداً مو مقنع وضد العقل إنه الله يعطي كلمة ويعطي إنه كتاب كامل تقريباً 1000 صفحة بها كلها كلام منزل من الله، إنه أنا حالياً ما أقدر أطلع على هذا الكلام. مع كل احترامي إليك، مقاوم للعقل. لا ومقاوم لا لحظة، نقطة نظر. هذا الكلام بالدليل ومن كتبك أخونا العزيز، بالدليل. بس سيد قبل أن تذكر الكلام بالدليل، ماشي بس سيدنا بس ثواني سيد بس ثواني. نعم حجي، تفضل أخي الكريم. أنا طبعا حتى ما تشرفت بالاسم، نسيت أخذ اسمك. قيس. اسمك قيس أخويا. قيس، هذا كلامك يكون صحيح الآن. السيد ميثم يعطيك الدليل، هذا كلامك يكون صحيح لأن العقل ما يقبله. متى؟ لو أننا في زمان موسى عليه السلام، لأنه الحجة يجب أن تتبين. لو أننا في زمان موسى عليه السلام واختفت هذه الألواح وهذه الصحف اختفت، يكون لك الحق. لكن الآن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني رسالة الإسلام ألغت كل الرسالات السابقة، يعني هي الرسالة الحاكمة. فحجية هذه الأمور لا تكون حجة على وقت إعلان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكلام عقلي، يعني أنا وأنت، أنت الآن قيس ووعد اللامي، وإن كنت نصرانيا ملزم بحجة النبي لا أن نظهر لك الألواح. لماذا؟ لأن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي حجة قائمة بنفسها على اليهودي وعلى النصراني وعلى المسلم. لم؟ لأن الله تحدى الجميع أن يأتوا بهذا الكتاب وعجزتهم على مدى 1400 سنة، فينبغي أن تصدقونه، لا أن تصدقون أننا نملك الألواح أو لا نملك الألواح. لأن حجية الألواح هنا ليست هي الحجية الحاكمة، الحجية الحاكمة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل سيدنا. أنا رأيي كلام الحاج وعد أنه التوراة عندهم ضائعة غير موجودة، والتوراة كتبت بعد زمن طويل جدا.
يقول في سفر الخروج 24 على 12: وقال الرب لموسى اصعد إلى الجبل فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية. انتبه يا أخوان، لوحي الحجارة، لوحين اثنين، ومعهما ماذا؟ الشريعة والوصية. يقول في سفر الملوك الأول 8 على 9: وفتحوا التابوت فلم يكن في التابوت إلا لوحاء الحجر، ها اللذان وضعه موسى. طيب أين الشريعة وأين الوصية؟ ضائعة ما موجود. يقول في سفر الأخبار أخبار الأيام الثاني 5 على 10، يقول ما هذا نصه؟ يقول في سفر الأخبار: ولإسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق وبلا كاهن معلم وبلا شريعة. طيب يقول في سفر الملوك الأول: وفتحوا التابوت فلم يكن في التابوت إلا لوحاء الحجر اللذان وضعهما موسى. طيب ما موجود لا الشريعة ولا الوصية. لم يكن في سفر الأخبار الأيام الثاني لم يكن في التابوت إلا اللوحان اللذان وضعهما موسى في حوريب. طيب لا شريعة ولا وصية. مو فقط هذا أخواني الأعزاء، الحقيقة أخواني الأعزاء الأفاضل، الحقيقة التي يجهلها حتى هم الأخوة المسيحيين أنفسهم، أنه تاريخ كتابة الإنجيل كان بعد ذهاب عيسى عليه السلام، بعد ذهاب عيسى عليه السلام بزمن. تاريخ كتابة الأناجيل يقول كتاب علم اللاهوت للقس ميخائيل مينا الصفحة 30، يقول فإنجيل متى كتب بعد الصعود ب5 سنوات، ورسالة كونفروس كتبت بعد 23 سنة، ورومية بعد 26 سنة، وإنجيل يوحنا بعد 64 سنة، وهكذا بقية أسفار العهد الجديد. فإنه كان بين بدء الكرازة وكتابتها للمؤمنين ليتخذوها قانونا للحياة زمنا بعيدا، بينما المسيح نفسه في الأناجيل الموجودة يبشر ويتكلم بالإنجيل. طيب يقول في يوحنا: وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. أين هو الإنجيل؟ ما في، لا يوجد لا توراة لا يوجد إنجيل، توراة ضائعة، بل أسفار، أسفار عندهم، ما أختم بهذا، أسفار عندهم، أسفار ضائعة غير موجودة. الآن مثلا على سبيل المثال في سفر الأيام الثاني 9 على 29، خلينا أكمل، خلينا أكمل وأنت جاوب على راحتك، سجل وجاوب. يقول: وما تبقى من أخبار سليمان مدون في كلام ناتان النبي وفي نبوة أخيا الشيلوني وفي رؤى يعدو الرائي الذي تنبأ عن يربعام بن ناباط. طيب الآن أسأل الأخ، طيب أخبرني أخونا، وين كلام ناتان النبي؟ وين هذا السفر؟ سفر كلام ناتان النبي. أين نبوة أخيا الشيلوني؟ وينها؟ وين موجودة عندك هاي؟ وين بيا مكان؟ لاحظوا أخواني أسفار ضائعة. يقول في سفر العدد الإصحاح 21 14، يقول: ولذلك يقال في كتاب حروب الرب، أتحداك الآن طلع لي كتاب حروب الرب في التوراة وينه؟ طيب وين هذا كتاب حروب الرب؟ وين موجود؟ وين هذا السفر؟ سفر كامل، أسفار كاملة ما موجودة. يقول في يشوع في الإصحاح 10 على 13: فتوقفت الشمس وثبت القمر وذلك مكتوب في سفر ياشر. والله الآن أنا أعلن أصير مسيحي وأصير يهودي إذا طلع لي سفر ياشر. وين موجود هذا؟ وين بيا مكان؟ أسفار عندك ضائعة، وتقول لا والله إحنا ما التوراة ما محرفة، الإنجيل ما محرف، أسفار بكاملها ما موجودة عندك أخونا العزيز. تفضل حجينا. خلصت؟ تفضل. الحمد لله. حلو. أولا أنت بديت خروج 24-12 على أنه أعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية. مع كل احترامي لك أخ ميثم، أنت لو قاري التوراة بصورة كاملة كان هذا السؤال ما سألت ليش، لأنه لما الرب قاعد يحكي على لوحي الحجارة والشريعة والوصية هو هذا الشيء نفسه. الشريعة هي المكتوبة على لوحي الحجارة، والوصية: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، أكرم أباك وأمك. هاي كلها كانت مكتوبة على لوحي الحجارة. إذن الشريعة والوصية هي مكتوبة على لوحي الحجارة. هذا أول. طيب ما هو لحظة أطلع كلامك، شنو الدليل على صحة كلامك هذا؟ شنو الدليل؟ قال الراوي، قال الراوي يقول: فتحوا التابوت فلم يكن في التابوت إلا لوحاء الحجر. ما في،
لا الشريعة ولا الوصية. أنت تقول الآن الشريعة والوصية مكتوبة على لوحي الحجارة، ما هو الدليل على هذا الكلام؟ شو الدليل؟ وضعت لك لما أنت سؤال كان مكتوب على لوحي الحجر؟ كان مكتوب؟ ما هذا السؤال يطرح إليك الآن، يطرح إليك. ما جاوبتك بس ما قاعد تسمعني، أنت ما قاعد تسمعني. الشريعة والوصية، الشريعة والوصية كانت مكتوبة على لوحي الحجارة. إذن لما نقول لوحي الحجارة والشريعة والوصية هو قصد نفس الشيء، أي لوحين من حجر مكتوب عليهم الوصايا العشرة. لو أنت شلت قرار التوراة بطريقة كاملة كان أعرف كل موضوع. ترقيع ما ينفع. لماذا؟ لأنه يقول وقال الرب لموسى اصعد إلى الجبل فأعطيك لوحي الحجارة، ما قال المكتوب عليهما الشريعة والوصية. لو كان كلامك صح، الله سبحانه وتعالى في كلامه دقيق، لقال المكتوب عليهما الشريعة والوصية، قال أعطيك لوحي الحجارة والشريعة. هنا واو، الواو هنا واو العطف تكتب المغايرة، والشريعة والوصية. لو كان الكلام واحد ولوحي الحجارة مكتوب عليهما الشريعة والوصية، لقال له أعطيك لوحي الحجارة المكتوب عليهما الشريعة والوصية. طيب. واضح؟ فهنا مغايرة، لوحي حجارة مع شريعة مع وصية. طيب. واضح؟ يقول وفتح التابوت فلم يكن في التابوت إلا لوحي الحجر. لماذا هنا قال فقط لوحي الحجر؟ لماذا قال؟ طيب ماذا تفعل في هذه؟ يقول ولإسرائيل أيام كثيرة بلا إله، بلا إله حق، بلا كاهن معلم، وبلا شريعة. أين ذهبت الشريعة؟ وين ذهبت الشريعة؟ وين راحت؟ أيام كثيرة. طيب أبو كريم عندك شيء ويا الأخ قيس، لأنه أريد أشكر. بس أعطيني مجال أجاوب رجاء. أعطيني مجال أجاوب رجاء. تفضل. في لأنه مو قلت لك مع كل احترامي للأخ ميثم، لو هو كان قارئ التوراة كان عرف أنه الشريعة هي اللي مكتوبة على اللوحي من حجر. زين. هاي المشكلة العظيمة. ماشي. أنا هسه حاليا قاعد أدور لك إياها. شوف أخويا، قاعد أدور لك العدد، لأنه الأخ قال انطيني عدد مكتوب بي إنه الشريعة كانت مكتوبة على لوحي الحجارة من عين تدلل. طيب خلي يتكلم أبو كريم الآن، تتجد النص. تفضل أبو كريم. أخونا شو اسمه الأخ؟ قيس. قيس. أخونا قيس، عندكم المسيح عبد من عبيد الله أم ابن الله؟ بس إذا مو بجمع عليك، لأنه أنا قاعد أدور العدد، عمود أثبت للأخ بيت إنه هو بسيط. أي سؤال بسيط، جاوب ودور، ما أبي شيء. هل المسيح عبد من عبيد الله أم ابن الله؟ شنو قصدك بابن الله؟ قصدك إنه الله الزوج؟ لا 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 لا، هو هل هو عبد من عبيد الله أم هو الناسوت؟ إذا قصدك إنه هل يسوع المسيح هو إنسان أو الله الظاهر في الجسد؟ لا، هو الله الظاهر في الجسد. صح. هل أنتم تطلقون على المسيح عبد من عبيد الله؟ إحنا نقول محمدا عبده ورسوله، أنتم شو تقولون؟ إحنا نقول أنه يسوع المسيح نعم هو الله الظاهر في الجسد. زين. سفر أشعياء 42، هو ذا عبد لا. الذي أعضيه مختار، الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه ليخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع. هذا من المقصود به؟ هذا عبد الذي أعضيه مختاري، المسيح أم غير واحد؟ هذا حجاوبك. يسوع المسيح، هذا المقصود به هو يسوع المسيح. فهنا السؤال، ليش قاعد يقول على يسوع المسيح العبد؟ صح؟ مو بس هذا، كل الاصحاح كله يتكلم. اسمح لي قبل ما اجاوب عشان تعرف، هنا الاصحاح يتكلم عن 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 الامه الاميين وليس بني اسرائيل، لان بني اسرائيل يطلقون على بني اسرائيل بني اسرائيل، اما على غير بني اسرائيل يطلقون عليهم قويم، يعني من الاميين. النبي العربي الامي هو الذي جاء من ام القرى، من الاميين. هنا يتكلم يخرج الحق للامم، الامم هنا تصحيف، ليس المعنى الحقيقي. اذا تروح للانجليزي جنتايل، اذا تروح للعبري تكون القويم،
إذن هو يتكلمون عن هذا العبد الذي يأتي من الأميين، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع، إلى أن تتكلم أنه يأتي من نسل قيدار، ونسل قيدار هو من إسماعيل. فإذا تريد تتكلم بهذا أنا مستعد أناظرك في هذا في أي يوم من الأيام. طيب أنا أشكر أنا أشكر الأخ قيس على انضمامه، وأنا ما أدري هو أول مرة ينضم إلى القناة أو متابع للقناة. على أي حال صوتك الآن وصل، هو يبث على قناة الحجة الفضائية. فنشكرك أستاذ قيس، أرجو أن إحنا أعطيتك وقت كافي، أعطيتك مساحة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى، وجزاك الله خير الجزاء. شكرا لكم أخونا، شكرا لكم. آمين أخويا، أنا أشكرك على الوقت وأنت أعطيتني وقت هواية، شكرا جزيلا. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة، أهلا وسهلا. تفضل، من مع على الخط الآخر؟ تفضل. لا حجينا قبل أن يتفضل أخي أسأل هذا السؤال، ما هي المناسبة بين كلام سليمان أبو نجم بأنه الشيعة ما عندهم ردود على المسيحيين وعلى اليهود، طيب، وبين دخول هذا المسيحي الآن إلى القناة وطرح الأسئلة ومحاول أن يثير الإشكالات؟ شنو المناسبة بين الكلامين حجينا؟ قد تكون صدفة يعني. سيد ميثم، هذه موهبة من الله، معجزة. طيب، يعني اجى وردينا عليه بالرد. على أي حال هو مرحب به، وكذلك أبو نجم مرحب به، والقناة مفتوحة تكفل الحرية كما رأيتم، أخ من الأخوة المسيحيين وعطيناه كامل الحرية لأننا نؤمن بثقافة الحوار. تفضل، من معي؟